هناك الكثير من التنمر، هناك الكثير من الأحداث الشرخ ما بين اللاعب المحلي وما بين اللاعب هم المحترف وليس المغترب، هذا بالتالي لن يعود بالفائدة على مصلحة الكرة العراقية بالمستقبل القريب، بدليل أنه هناك فجوات كثيرة ربما تصنع هذه الأساليب. منذ البداية شاهدنا أن هناك من يبوب خوفا من فوز المنتخب، حتى نشير بالبنان، خوفا من فوز المنتخب في المباراة الأولى، هناك كان من يبوب لكاساس في أن يصبح هو صاحب السبق في هذا الفوز، بدليل أنه هناك إشارات كانت واضحة أن كاساس هو من سيقود على المدرج المنتخب الشبابي في المونديال، وهذه إشارات واضحة، لكن عند الخسارة رمت كل الاتهامات في عاتق المدرب وكادر الفني. احنا لا نريد ان نجمل الصوره، يعني نعم هناك اخطاء، نعم هناك ربما الكواتم الفنيين راح يشرحون بتفصيل دقيق ما حدث في ليله لاباته، لكنه يجب ان نتحلى بروح النقد من اجل ان نقوم المسار، لا ان نزيد من غله الخساره او فداحه الخساره. ما حدث يعني ما بعد الخساره ربما أفدح من كل اللي جرى في الدقائق التسعين، هو هاي اللي راح، وهذا هو الخطورة بمجملها تكمن في هذا الموضوع.